فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب على من معه الماء أن يبذله لفاقده؟ ما يجب، الوجوب ما يجب، ما يجب عليه، ولكن من المستحسن والتعاون على البر والتقوى إذا كان هما هم محتاج له أن يبذله للمحتاج، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.